انت يعمل قيمة وقدر يتعارك شيء ما تعاركت مع بيت هات جيبين تسل فيها سينو تحب الدورة يبي دورة بنزرت وتونس الأور كريم ايش بنزرت وتونس قاعد يهز فيها وحده من غير ما يشعر سبحان الله يهز فيها في عبيد فيك عبيد تحكي هكيك تعب في موسيقى تحكي بحكيات وعبيد ريل عبيد ريل وان عبيد تحكي معناها تحكي قد قد تحكي في كلام صحيح مش حكيت بنزرت تونس عبيد اللي كانت باش تنطق كانوا عبيد رابوريت ساعة باش تنطق معناها شلق بيها وخبيت سكبين وعنده ترهدين رهدين شوية وسكبين كي يلمك على روحه ويبدأ يتلابس بعينيه موش نسين الراجل اللي يغزل ويقول قيمته في وجه العبد وعنده هكا ثقة في روحه نو نو كنا على عبيد الرهدين أو السكبين كي يبدأ يتسكبن ويتمسكن ماهوش تاع شارع أو تك تاك وهكا وعنده واحد دنيا الراب هون يا مير النام يبيع في اسمه مير شنو راب شارع أو خارج من شنو الراب راب كل شيء راب صحيح تعمل فيها شنو تحكي العبيد تحكي ومن بعد شنو اعمل الراب عندك في بريك نتاعك وعندك عبيد يقعد في المانيا ومكذب عليهم هو ما عندوش انسان ما عندوش كاريزما ما عندوش شخصية ما يعني روحه ما هوش عارفها شنو ما يعرفش روحه هو شنو هو الانسان هذاك هو مرة قال لك كنت ملحد ومرة كان تيروريست ولا شنو كل مرة من الاكستريميتي لاكستريميتي ما يعني مش انسان اللي عنده شخصية يعرف روحه شنو هو هيك يشد يكتب باراتي ترى لعبة تبع في لطفي دوبك على وربي ما كانك جنسيت كراجل راجل لا ترخيت معايا وكا العبيد الرابوريت مش نكسيس اللي تبعت فيها ونمي رابوريت صح والعبيد في السيرة تعرف شكون كي يقول بيف شو معناتها كلمة بيف وشكون الريل في البيف تعرف شكون ماهوش الريل في البيف وكا وفي الكلام تخرج في التلفزة تخرج في الراديو تخرج تحكي حكايات تحكي لي تعب أمورك كذا وكا سينو يحب يدورها معناها كيما هو قاعد يحب يدورها معناتها رابوريت وكل ندوروا عبيد صحاح وعبيد 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 كيف هم هما فيك معناها تو شوف انا شكون نعرف زاده وشكون الرجال اللي معايا شوف كيف هي عبيد ماهوش بيه بتسبني سبني انك تريح مال الزبي هو تسب زبي ما لاباس سبني انك تريح زبي اخي انا معاك اشير صغير ما جات تسبني تكون قد السبان اللي تسبولي تكون قد كلامك كل كلمه تقولها لازم تكون قدها الزب سب زبي كي نجيب شنيك بتريحه تكون قدها لكن مش تسبني من بعد تقول لي نو زب تسبني انت عارك وما الزبي هو تسب زبي مو لاباس تسب لازم يكون عندك كرارز قد كلامك مش تسب زب شد كراسي راسك زيد تيتا تيت وما ومني طاف طاف ولد المراه غارب ومغروم شدك تاك تاك نضربوا بعضنا كوا نفلقوا جوا بعضنا وشوفوا الراجل شكون يخرج كل واحد يعرف قدره ما رجيت كل واحد يعرف تسبك ولا ما نسبكش ما رجيك تقول له واحد جيت تقول له سبك ولا هي شكيك وتسب ومن بعد سبيتني خويا نشد نعطيك كفوف انا تسبني قدر زرك وتجي ديك تريح زب ما الحكاية تجي تسل انت تولي تخرج هنا ماكش متاع الشيء اللي تحكي فيه ماكش تعبير في صاحبي ماكش ريال ما حكيتش مع واحد انا صحيح معناها فهمت اون بلوس جوست هذا معناها ما تحلوش برشا يا مان باش نبدا فيها الموضوع لو زي الله محمد رسول الله راك حطيت الكوتا نتاعي في الراب تونسي عالية فهمت لو ما عادش حتى تو لق صحي نجم يكلاشي عمر لا يقل من 15 دقيقة هذه لازمك تعرفها صاحبي البيك كنت تفهم في الكولتور وتفهم في الراب انت اذا شو عملت راك حطيت لي لابور اوت مان فهمت اول واحد تكلاشيني في حياتك اول كلاش تكتبه في كاريرك كنت يظهر لي 15 دقيقه اول تيتر تعمل هكا هذا مش وريك قيمتي انا عندك في الانكونسيونس نتاعك من غير ما تشعر معناها فهمت هذا كله يوريك انت النيفو نتاعي انا شنو 15 دقيقه يا مان حطيته مال الزبي شو البار قداش حطيتها اوت فهمت شو قد ايه 15 مينوت ما عادش حتى وحدي لازم يكلاشي صاحبك الا 15 مينوت مينيموم وين بيدي ما عادش تحل حتى كلاش اقل من 15 مينوت ما عادش تحل واحد يقول لي كلاش ايه وكلا 15 مينوت طبعا زي البار الجديد 15 دقيقه اقل ما عادش نسمع فهمت صاحبي البيع عملت حاجات انت ماكش فاهمها معناها ماكش فيها من روحك تقول لك روح كيف مسكنك كيف اصبر راسك على صاحبي البيع عبيد لعب بيك لعب معناها فهمت دربشت روحك ودرشني ودرشني تحط مني كمان ايش بيك قالوا تحط مني بتاع الزبي تيتا بجدك انت بالك درسات في شعره بالزبي تبرعت هذا بتاع الزبي بالاخر طلع لي قال لي تبكي نبكي يا خرام بتاع الزبي بتاع الزب زبي من اخر يزبي زيك بدك هيك تبدا تكاو تاو الوقت كل ساعة
قال لي غدرت بيه مزيان، ليش غدرت بيه كمان مزيان؟ قلت لك يجيتني بكيت وتحكي معي من لوطه لوطه، وريتك ساكنين وتقول عاقل وماكش تاع بيف، ما انت ما قلتش راجل قدامي بتاع بيف، نطلع ونضربك وتضربني ودرشني. قلت لك عايش خويا وخويا البيه وين تفول البيه ودرشني. قلت لك برا مريقل، ما انت نحيت لي كساره، فهمتك خويا فهمت، نحيت لي كساره نتاع راجل هكا ونتحب نتعارك معاك ويا، حسيت روحي انت شو اخرج حاقرك هكا نضربك معناها فهمت، حسيت روحي شد نضربك. دونك صاحبي قلت هاوك خليني نمشي معاه في مشكلته وسبين مش تطلع تقولي تضبط بس وغدرني فيش غدرت. قلت لك ما نضربكش وقتها انا نتذكر الموضوع. يا السلام عليكم، وينك السلام خوي؟ عليكم، طيب صباح شوف بيه.